أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وما بقى في مؤامرة، خلص انكشفت المؤامرات. الـ FDA عم توقع، في أطباء كتير ومنهم عرب، ما رح نذكر أساميكم أبدا، بس معروفين الأسامي وبرا عم بيدعمونا، معروفين إنه في أطباء أوادم بالأمة العربية. ما في دواء، ما في عملية، ما في صيدليات، في غذاؤكم دواؤكم ودواؤكم غذاؤكم. هالعلم منين عم بيرجعوا ياخدوه؟ بالمسيحية منه موجود إلا من بعد 300 سنة، أخذي تكتبنا الإنجيل، عهد قديم وعهد جديد، بس أخذوا خذوا كل هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد. شو هالسر؟ قاموا رجال الدين قالوا احنا عنا هالسر وبدنا نقوله، خلصنا 2000 سنة عم نكذب، كل واحد مسيح، كلنا ممسوحين بالله. اجوا المسلمين اهل الذكر اهل الصدق، حطوا هاي لحيل الورقه هون، ما حدا في ياخذها. في انترنت اليوم يا اخوتي، صحيح انا ما بفهم عربي يعني بحكيها على الارمني، ما بفهم الا على السيد حسن نصر الله، بس يحكي كأنا بحكي ارمني، هاي تعيش معنا مع الارمن يعني، بحس انه قبل ما يقولها للكلمه مثل يحكي بالارمني هيك عم بيقول، لانه بسيط من قلبه عم يحكي، صح غلط ما بعرف بس منحسها. وهيدي اجتمعوا ناس هيك وقالوا لحيه الشباب بيقروا احسن مني وحطوها. قال له بدي اعمل حزب، قال له ما بدنا يا خي هيدا الحزب، بدنا حزب الله الحقيقه. قال له ايه انا معك، ليك شو عملوا، عملوا حزب الله جديد. أعطني رحمة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وصدق أبو بكر، وعدل عمر، وكرم عثمان، ونزاهة عمر بن عبد العزيز، وأنا معك. أعطيني حكمة علي، وزهد أبي ذر الغفاري، وعمق فكر سلمان الفارسي، وإدارة عبد الرحمن بن عوف لمال المسلمين، وشجاعة خالد بن الوليد، ومروءة حمزة، وأنا معك. أعطيني صحيح الفهم لصحيح الدين والعمل الصادق بالسنة النبوية المطهرة دون تطرف أو تعسف أو مآرب شخصية، وأنا معك. أعطيني الفهم الراقي المتسامح لعلاقة الإسلام بالرسالات كلها ولأصحاب الديانات السابقة، والسلوك المتسامي في التعامل معهم بكل المساواة والعدالة والسماحة وحسن الظن، وأنا مع. قالوا له لو واحد من الخلفاء أو واحد من الراشدين ما بعرف يعني كان حاكم، لشو بتروح لعندهم هون؟ قال لهم أهل ذمتنا قبل أهل أمتنا، يروح يسأل عن النصارى وعن اليهود وعن الكفار وعن كله ويتفقدهم قبل ما يجي على بيته. هيك فاتوا بالأخلاق على الشرق وبالعلم على الغرب، هاي الفطرة. أعطني من لا يتاجر بالدين والثورة والدماء والبلاد والعباد، وأنا معك. وإذا ورجت هذا الحزب فأنا معك، وأنا معك. هذا هو الحزب، هيدا حزب الله. مشان هيك هلأ صار في جماعة أسماء ما بتنقال على وسائل الإعلام بس موجودين بلبنان، مثلا بتقلي مين فيه بقول لك وينو بيتها شو تليفونها، بتهتم بثلاثة مقطوعين ما عندهم حدا، مش عايزينك ماديا بس ما حدا بيطلع عليهم. تنقول بالحي في شوية ولاد معافين، أنا بقرأ لكم اللي بتبعتوا لي إياهم، وشي نهار بدنا نعملكم لألكم برنامج خاص، هيك مش برنامج، هاي حضرة لألكم، بتقعدوا ورا الكاميرا وبتقعدوا هيك وما بيعرفوا يطلعوا ينزلوا على الدرج بطبطوا، نعملكم مطرح هيك بتقعدوا بجنينة ما بعرف كيف، بتحكوا البدكن يا بتقولوا البدكن يا بتاكلوا مخططكن بتاكلوها، اعملوا اللي بتريدوا. موجودين حول العالم بحس بيفهموا بس غير شكل عنه. لو ما في هوكن اجت الانترنت والاخوتين، يا حبيبي انت يا سنجاب على راسنا كلنا، فخر سوريا ولبنان وبلاد الشام واليمن انت،
وسامحونا الاولاد اللي عم تجي هيك بسببنا. شوفوا الام شو عم تاكل، شوفوا الكعب العالي اللي عم تلبسيه، بس شيلوا الكعب العالي قديش خفت عمليات الظهر وهيك شيلوهم، ترطق هيك بالصرميه بالكعب العالي، شيلوا هالمجوهرات كلها. قال لك كلك بالجنه الا ايدك وهيدي بنت النبي. قالت له حررت مريم عبدي، فيني تخدمني؟ قال له حررتيها تا انت تروحي تخدميها. وشو قال لها لستنا عائشه؟ قال لها يو مسترستد جاد يعني. قالت له ايه، خبيت 5 دنانير 5 دولارات، مين بده يطعمينا بكره؟ بتعرفوا القصه. وابتسم هيك قال لها انت اول ناس لحقتيني لبنته. وقال لها هيدا بيموت هيك وهيدا بيموت هيك. عنده الكشف الالهي وعرفوا انه الجسد بيرجع من التراب الى التراب. هيدا منه وجه ابدا، هيدا وجه هالتراب. الاوريجينال فيس لا بيخلق ولا بيموت، تعرفوا عليه مش على الفيسبوك. احمر مني ما في بالتكنولوجيا، ما تنتظروا تبعثوا لي شيء فوتي على الفيسبوك وهيك. ببعثوا لبشار بقول له بشار شو هاي؟ بيقول لي كبيهم. شو هاي؟ شو بدهم هون؟ بيت الانسان. في عندنا كم شخص بلبنان وبنوع خاص بسوريا، في بحلب وفي باللاذقيه وفي هيك، يعني يصير عندنا جمعه نقدر نعمل جماعه بالامه العربيه بالاردن بلبنان او بسوريا. مطرح ما بدنا نتعاطى ابدا، ما حدا يفرض علينا ولا دين ولا ديانه ولا طب ولا ماشي، اتركونا بحريتنا نحن هاللي بيفهموا افهم منا. انا بلاقيهم دائما افهم مني بيسالوا. في واحد حدنا هيك ستو قلت لي بعطيني دواء اليوم بجرسنا بجرسنا. قلت له شو عم بتقول ستك؟ قال لي بتضلها تطلب يسوع كانه بده يرد عليا يسوع. ما انه فاضي الا يرد عليهم الا للميتين. تطلب من حالك. مثل هيدا اللي كل واحد اخذ انجيل تيبيعه. ولأن كيف بيت 200 انجيل؟ نحن انجا واحد اثنين. انا قلت لهم يا بدي تشتروا مني يا بدي اقرا لكم اياه. مهضومه. هيك كل يوم ضحكه بتبعتوها بترطب. يا حبيبتي بدي اقراها وسامحينا وسامحوا كل الاطباء اللي اشتغلت فيكم وصرتوا معاقين ونحن معاقين. ما تفكروا انا مني معاقه، اكبر اعاقه عندي بضل عندي خوف اذا مت انا وحدي وين بدي اروح؟ تطلع ريحتي. هلا جارنا قال لي بتطلع ريحتنا وبنفطسهم بالريحه بشيلونا بكبونا. لا بحب موت بضيعه مثل الخنشاره مثل الاردن عمان ما بعرف، مطرح انه في النا جمعه. بس هلا بعد مريم نور الشيطان ولا مريم نور يا دله؟ يقال جئنا للدنيا صغار، هل حقا؟ انا لا اظن ذلك، لقد جئنا الى الدنيا كبار كبار الروح، ثم علمونا كيف نصغر ونصغر ونصغر حتى نصير اقزام. ليس الصغير هو الصغير بجسمه او حجمه، ان الصغير هو الصغير بفعله وقوله ونيه قلبه. لما نتطلع فيهم انهم هن هيك صغار وايدين ومدري كيف هن هيك. إن الكبير كبير بروحه وقلبه، ليس قلبك هو ما يقال إنه بحجم أبدة اليدك، لا قد يكون هذا حجم مضخة الدم التي في جسمك. حبيبة قلبي أنت، لكن حجم القلب هو بحجم الروح، والروح كبيرة لأنها من أمر الله، والله كبير لا بقياس بل بالإحساس. يقولون جئنا صغارا وهم يعلموننا لنكبر، ليتهم ما علمونا. كل بيت في طفل صغير، فهذه فرصة أن نتعلم منه أن نقترب منه، فنقترب من الطفل الذي في داخل كل واحد منا. كان الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إذا ولد له مولود لا يسأل عن جنسه أذكر هو أم أنثى، بل يسأل عن خلقته هل هي تامة. فإن قيل نعم قال الحمد لله على تمام خلقه، ويسألهم أن يجلبوا الطفل أو الطفلة إليه فيحمله ويشمه ويقبله ويقول حديث عهد بربه.
أي ما زالت عليه لمسة الخالق، ما زال نقيا، ثم تلوثه الدنيا، وعندما يشمه فإنه يشم عطر يد الله. هل منا من يستطيع أن يشم يده ويفتش عن عطر الله فيها؟ مثل يوسف كيف شم، عرف إنه ابنه. جئنا إلى الدنيا أطفالا، أحباب الله، والخلق كلهم أحباب الله، ثم علمونا إننا كنا صغار وجاهلين فصدقنا الكبار وهم الصغار. تعود نرجع هوم سكولينج ونسمع للصغار شو عم بيقولوا، ودونوا شو عم بيقولوا هالصغار، سجلولو، حطوا كتاب حلو كتير هيك ستيشنري حلوة وقلامة ملونة، وبس يحكوا اكتبوا قديش كان عمره بس قال، قديش هاي بس قال، اسمعولو. أنا مثلكم يعني ضحية الجهل، وكنت فكر لا هيك الأولاد لازم نلبسهم عزقنا ونطعمين عزقنا ونحطهم مدرسة الفرير بمدرسة الليسي بمدرسة غالية كتير، ويا أبونا اللحمات إلك والعظام إلنا ضربون. الأولاد مهضومة كتير، بتذكر إحنا وصغار ناكل قتلة لأنه أكلنا التوت، والتوت للأبونا، والتوت كله علينا، ونكذب إنه ما أكلنا توت، لأنه الولد يعني هيك عنده براءة، بريء، ما قلنا حق نضرب، نقعد نسمع بس. قصة حلوة كتير كلنا بنفتخر فيها بأمريكا، في ولد تيتعلم كان يبيع أغراض تيقدر يكفي المدرسة، ودق على باب وفتحت له تعبان، قالت له الست اللي فتحت له هيك بنت صغيرة وصبية يعني، جابت له كاسة لبن، قالت له اقعد ارتاح حقيقتك تعبان، وشرب، وقال لها قديه بتريدي حقها؟ قالت له لا، امي علمتنا انه وقت الواحد بيعمل عمل خير وانساني ما بده حقه. انزرعت هالكلمه فيه وكفى شغله وحياته، واجا وقت وصار هو مدير مسؤول، طبيب عميد كلية طب مهمة بجامعة ستانفورد يونيفرسيتي بأمريكا. وإجت مرة تتحكم هونيك، ما في طبيب بالضيعة عندهم، قالوا له في مرة إجت من هاي الضيعة، هالضيعة سكن الاسم بقلبه، قالوا جيبوا لي اسمه، اهتم فيها والفاتورة جيبوها لإلي، اهتم فيها وحطها بأحلى غرفة وكل هالمرضات يهتموا فيها، يا دنيا أنا فقيرة منين بدي أدفع؟ بس خلصت وصحت وقامت وما بها شيء، إجا قالت له مين يعني قديه بدي أدفع؟ قال لها اندفع حقها، أنت مش من هالبلد؟ قالت له مبلا. قال لها من زمان أنا كنت صغير ودفعتي حقها بكباية لبن. قالت له بعدك بتتذكر؟ قال لا. وانت معنا بهالمستشفى يا الله، دكتور هاورد كيلي، شكرا لك يا إلهي على فيض حبك ولطفك الغامر والممتد عبر قلوب البشر وأياديهم وقلوبهم من نور، لا من شجر ولا من حجر، كلنا نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. عمال منيح، ما حدا ناطر يعطيك، غني ما حدا عم بيسمع لك، رقص ما حدا شايفك، اشتغل ما حدا عم بيدفع لك. وين صاروا؟ ليل بالجماعة. نعم أنا عشت هيك 40 سنة، وجيت على الأمة العربية وقلت يا الله أنا بالجماعة، وهيك فكرت كلهم جماعة. لا، تعلمت، علمني من علمني. منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب، ومني قوية، ارجع إلي ثقة، لا بنسى وبغفر، بس بضل إلي ثقة بنفسي وقليل اللي معي. مشان هيك بالبيت عند مريم نور، أهلا وسهلا فيكم، 5 أيام بيقدوكم، بتعيشوا معي، 1 2 بالبيت معي كمان، وإذا كنتوا أكثر
بأوتيلات على قد إمكانياتكم، بتقعدوا معي 5 6 أيام وبتروحوا بتعلموا اللي تعلمتوهم. أنت وعم بتعلم بتتعلم، العلم بالتعلم كما الحلم بالتحلم. أول درس بتاخده مع ميتشي وبيقول روح علم اللي علمتك ياهم، تعا خبرني. إذا ما شاركت بتكونوا قاعد بالشرك. في يوم من الأيام كان هناك رجل مسافر في رحلة مع زوجته وأولادي، وفي الطريق شاف شخص واقف على الطريق، قال له مين أنت؟ قال له أنا المال. فسأل الرجل مرته وولاده يركب معنا؟ نعم بالطبع، فبالمال يمكننا أن نفعل أي شيء ونمتلك أي شيء ونريد. فركب معه المال وصارت السيارة، شافوا شخص ثاني، أنت مينك؟ أنا السلطة والمناصب والمنصب والتنصيب والانتصاب. قال الباقي لمرته وولاده منخليه يطلع معنا؟ نعم بهيدي السلطة نستطيع أن نفعل أي شيء وأن نمتلك أي شيء. طلعت السلطة والمنصب ومشوا وشافوا واحد، مين أنا؟ قال لهم أنا الدين. قال البي والزوجة والولاد بصوت واحد، الدين مش وقته هلا دخلك، شو بدنا بالدين يعني؟ نحن بدنا الدنيا ومتاع الدنيا يعني، والذين منا وفينا سنتعب كل الالتزام بالدين، ما بدنا بتعلم الدين وحلال وحرام وصلاة وحجاب وصيام، ما بدنا إياها الشغلة. ولكن من الممكن أن نرجع إليك بعد أن نستمتع بالدنيا وما فيها. فتركوه وصارت السيارة تأمل طريقة، وجدوا نقطة التفتيش وفي كلمة هون طف، ووجدوا رجلا يشير للأب انزل اترك سيارة. فقال الرجل للأب انتهت الرحلة بالنسبة لك وعليك أن تنزل وتذهب معي. تعذب هالبي ولم ينطق، أنت مين؟ أنا أفتش عن الدين، هل معك الدين؟ فقال الأب لا، لقد تركته على بعد مسافة قليلة، فدعني أرجع وآتي به. قال له الرجل إنك لن تستطيع فعل هذا، فالرحلة انتهت والرجوع إلى الينبوع مستحيل. فقال الأب لكنني معي في السيارة المال والسلطة والمنصب والزوجة والولاد و. فقال له الرجل إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وستترك كل هذا وما كان لينفعك إلا الدين الذي تركته في الطريق. سألوا البي من أنت؟ قال له أنا الموت، أنا الموت الذي كنت غافل عنه ولم تعمل حسابه. ونظر الأب للسيارة فوجد زوجته تقود السيارة بدلا منه، وبدأت السيارة تتحرك حتى تكمل رحلتها وفيها الأولاد والمال والسلطة، وما حدا نزل معه، ما حدا بفوت معي على القبر إلا جسدي. لجسدك عليك حق، خذوا كل هذا هو جسدي آل المسيح، واشربوا هذا هو دمي الماء المقدس مثل ماء زمزم. وقت اللي قال له بولس بطرس قال له تعا معي انا بعلمك تتصيد الالوهيه، حاشا صيد سمك، بدي اعلمك غير صيد. بس المسيح عم يحكي مش مريم. طلع فيه اجته اشاره وبهره ومشي معه، عيطوله بطرس بولس مريم ميت بيكون تعالوا دفنوا، منروح على الدفن. قال لهم دعوا الأموات يدفنوا بعضهم البعض. أقول لكم الأموات بيعرفوا يدفنوا هلا؟ شوفوا على ورق الموتى شو بنكتب. إذا أنا أرملة بيقولوا ماتت الأرملة، بس ما بيقولوا مات الأرمل، هو منه أرمل، المرأة أرملة. وشوفوا شو بيحطوا على المرأة، هي المصيبة، هو مصيب، هي النائبة مصيبة يعني، هو نائب. ما بقى في احترام لا للموت ولا للحياة. والدفن أي يعني بتكون فرست كلاس سكند كلاس، قديش بدك تدفع؟ وهيك الدفن وهيك العرس وكله بالدين. بعيش فقير تيموت غني، والخي يعيش غني وموت غني. العلة مش بالمال. ياما في أحياء بالقبور وأموات بالقصور، والعكس كمان. خذوني عند أخوتي شهداء أحد، رح يودعون، أستودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه، لقد أتممت عليكم دينكم، أتمم مكارم الأخلاق. الدين مش شريعة، مش أيديولوجي، مش فريضة، مش ترهيب وترغيب،
ما ترغبني، جوعني وعطشني، عرفني على نفسي بالأول، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، طاين قطع نفسي. من عرف نفسه عرف ربه. إذا بس عايشة لنفسي خليني بالقبر مع الأموات، بركي في شيء أمل. بس إذا ما بلشت بنفسي بمين بدي بلش؟ بعدين كل واحد بتشوفه على الطريق اليوم قول هيدا أنا، هيدا نحن، هيدا مرآة لإلي، هيدا خيي، هيدا أختي، هيدا بسبب هالمعاق، هيدا بسبب هالحرامي وهالرئيس اللص وهيديك والكذابين والسياسيين والمنافقين. ما هالكعك من هالعجين، تعال نقلب الهرم، ما نحط الدولار فوق راسنا، حطه تحت اجرينا. لا تعبدوا ربي، اذا كنت صادق بتجي الصدقه. انا بشكركم، يعني اذا بعت لي واحد منكم ما بعرف، ما بعرف اقول دولار، لانه في واحد بعت لي دولار، واحد بعت لي ثلاثه، قلت له خذهم اعتذر. ولو حطوا صدقات، اذا بتحطوا صدقات بنعمل امبلي 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 ذريه، مطبخ. برجع انا وحده بحط صحتك بالصحن والامراض كلها بتوقع. ما بطبخ هذا المطبخ اللي عم بتشوفوه، ممنوع منعا باتا. ما لقيوا نار ببيته كل ثلاث اشهر، واكل لحم قديد، وستنا عايشه زي التشعير، وقال لها نزع الخشور خطوه الى القبور يا حبيبي انت. والامام علي قال لهم جايين لعندي اربع كلمات بشيلكم، مضغ 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 مضغ. اكبر خطر اليوم هو المضغ مضغ مضغ مضغ. بذكر هيك كلمة قالها ميتشو، قال الله يساعد أطباء السنين، حطوا هولدا كلارك، كل أطباء السنين ضحيتنا يا أخوتي، إني عملوا كرسي التعذيب تكون في هوليوود سمايل. عم تحطوا سرطان بالدم، عارفين أو مش عارفين؟ قعدوا تقروا خلص، ما في عنا إلا خير جليس الكتاب. وإذا 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 لقيت صديق بتلاقي بتلاقي. هل شاهدتوا وهو يكسر الحجار، الحجار من اول ضربه عم يكسرها، ضل يضرب هيدا تامل، هيدي انتفاضه. بضل يضرب الصخره بالفاس بالمعول 100 مره يمكن بدون ما فيها اي اثر. الله يلا بهالضربه هالضربه هالضربه هالضربه، هو بيعرق هو بيعرق هو بيعرق. ضربة، وليست الضربة الأخيرة هي التي حققت هذه النتيجة، بس 99 ضربة اللي سبقتها. وما أكثر الذين يرجعون من منتصف الطريق، بل ما أكثر الذين بيأسوا. ولو ضليت أضرب أضرب وما انكسرت الصخرة، بعد شوي رح تنكسر يا بابا، جرب. ربما بوقت قصير، ولو الذين استمروا وثابروا حتى الضربة الواحدة بعد المئة لحصدوا كل ما زرعوا أكثر. تتذكروا مدام بلافاتسكي؟ ولو مرة كبيرة بالتسعينات، لشو حملها الكيس البزر؟ مانك شايف حالك رايح على القبر؟ قالت لهم زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلون، بس ما عم تزرعي إلا زريعة أنت، ومين رح يسقيهم؟ قالت لهم بكرة بيجي الربيع وبتشتت الدنيا وبيشوفوا. هيك كانت، وين ما تروح مع كيس زهور تزرع تزرع تزرع. كل واحد منا إذا بيزرع شجرة، قال إذا معك شتلة وبدها تقوم لقيامة بزرعها. بدنا شجر بلبنان دخيلكم، ما فيني إلكم الهرمل شو حلوة، بس بدنا شجر. بدنا ناس يكونوا عندهم مسؤولية، مش إنه إذا جاي عالم كبير ما تستقبله وما ترد وما تحكيني لأنه معي كان مجموعة علماء مهمين، بس لأنه كان عنده الوزير. فإذا أنا منك رئيس بلدية، منك رئيس على نفسك تكون رئيس بلدية. لازم نحترم العلم، احترم النملة، ارحموا من في الأرض يرحمنا من في السماء. هالقليل اعتذر تلفن إنه ثلاث مرات جربنا نروح لعندك، وقال لي قال لي هذا ما عنده أخلاق، لازم هو يجي لعنا مش نحن نروح لعنده. ما شايف شو في عنا، هو يجي يشرف. وهيك كان عندنا مشروع بدنا نعمله بالهرمل، كل شيء متوفر، المال والعلماء وكل شيء، لان لقيناها حلوه كثير. فاذا نحن منا بحاجه الى مال، بدي عقل اول شيء، والعقلاء يلي عندهم علم ورثه الانبياء
موجودين والمال موجود، بس احنا عم نفتش هلا على عقل عنده عدل وعنده فصل ووصل. هي سيف الفاروق، ولكن هالامراض رح تضل تزيد لانه عم نتاجر. اشتري الدواء، ما تاخذه بس اشتري الدواء. وقت قلت له لحو هذا الدواء اللي بدك تعطيه بتحطه على اجره، هون في نقطة ما بتعود تحط الدواء. قال لي ايه بعرفها هي، بس ما بعملها بأمة العرب، بعملها بكندا. ان الطبيب اللبناني بتعملها بس بكندا وهون بأمة العرب بتعطي الدواء، لأنه بيطلع له 40% من حق الدواء. ده حقه 10,000 دولار، مين عم بيدفعه؟ الشركة. يا خيي ما بس وقف الدواء صح، سرطان بالدم شال عنا. غذاؤكم دواؤكم ودواؤكم غذاؤكم. زدت الدواء وشم الهواء، بعدين انت بتشوف هالمسارات 700 نقطة في اي نقطة بتتحط ايدك عليها وبتتنفس. هلا عم نتعلم كيف نقطع نفس. بتعرفوا الاولاد الصغار بنسالهم قطع نفس ولا؟ قطع نفس. طيب عمره ما بنطايقته، ما بينطق. قالت لي جوزي ما بينطق، بيجي شهر على البيت بالسنة. قلت لها أي الله يساعدك. قالت لي كله شهر هو بيمضى، يعني شهر ومنا طايقته ما بقى ننطق. بس هلا عم نتعلم كيف نقطع نفس. جربوا دقيقة، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة. الحقيقة فيكم.